بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الفيديو حيكون تقدمة لسلسلة مبيعات تبع الإيكو. اليوم حنحكي عن أجهزة إيكو أشعة. شو إيكو أشعة؟ أو خلينا نقول حتى كتير سألوني شو عن إيكو أشعة. إيكو أشعة هو إيكو الأوعية، هو إيكو اللي بيستخدموه بالمراكز الشعاعية اللي بيدرسوا فيه البطن، بيدرسوا فيه الأوعية، بيدرسوا حتى فيه النسائية، لأنه طب أشعة بيدرسوا النسائية. فشو هو الايكو اللي يكون مناسب لطبيب اشعه؟ يعني انا طبيب اشعه بدي اشتري جهاز ايكو، الشيء الاساسي اللي لازم افكر فيه هو شو متطلباتي انا؟ يعني هل متطلباتي انا يكون تابلت يعني او هيك محمول بسيط، ولا لابتوب يعني هيك شيء بلابتوب، ولا ترولي؟ وترولي شو مستواه؟ ترولي بلاك اند وايت، ولا ترولي خلينا نقول كلر، ولا ترولي 4 دي، ولا في ابلكيشنات كثير حنلمح عليها بعضها. فانا شو اختصاصي؟ حسب اختصاصي باخذها، حسب البروبات اللي بدي اياها، بدي جهاز مثلا هذا الجهاز بيقبل بروب واحد، هذا الجهاز بيقبل بروبين، هذا الجهاز بيقبل بروب، فيني احط له عربي بصير بيقبل ثلاث بروبات. فانا بدي احدد شو بدي لحتى اعرف شو بدي استخدم، فاذا بدي بروب واحد باخذ لهيك، باخذ شيء بسيط، باخذ حسب البروب اللي بدي اتعامل معه، ما بضطر اشتري عربي مع هيك جهاز. طيب شو الشركة اللي بتنصحنا؟ كثير دكاترة بيسألونا شو الشركة اللي بتنصحنا انه نشتري عندها؟ هلا ما في شيء اسمه شركة متميزة، في شركات متميزة بس ما يعني مو دائما بس انه مثلا جي اي يعني كل برودكت تبعها ممتاز، لا، في حسب الموديل، فحسب الموديل بنقدر نتحكم ونعرف شو المستوى تبعنا. هلا من اشهر الاجهزة مثلا كان شركة سونوسايت، خصوصا اذا عم نحكي عن ايكو اعصاب وايكو يعني اذا بشان التخدير وهالعمليات، فسونوسايت كثير جهاز قوي، هو جهاز صناعه امريكيه فمتميز، وخصوصا مع عربته ما هي فسهل استخدام، ممكن يكون وين ما كان، حتى بروبو بيجي متميز بيجي صغير فبكون تصويره كثير سهل. لا والله انا بدي انتقل لموديل ثاني، شو عندنا موديلات ثانيه؟ عندنا اذا قلت شركه ايطاليه، إذا قلت شركة إيطالية متميزة خصوصاً بالأوعية، كثير يعني نادر ما شفت دكتور أو قابلت دكتور قال لي إنه عم بشتغل بإيكو إذا قلت أوعية وقال لي إنه مزعوج، لا غالباً إيكو إذا قلت خصوصاً الجداد المايلار صوت الأوعية فيها متميزة وحتى الدقة تبعها عالية، عم يطلعوا هلا بروبات عالية سمعت 20 أو 22 ميجا هرتز لبروب، فخصوصاً الأعصاب صارت كمان متميزة. اذا كان اكدت انا مجال الاعصاب والتخدير وهيك شغلات ففيني السونوسايت فيني الايزاوتي. مين بيشاركهم كمان؟ شكر جي اي. جي اي عندها كمان تميز بهالموضوع، جي اي عندها اللوجيك اي هو من اول اجهزه، خصوصا هذا الفيرجن اللي هو يكون بلاك، اللي هي في عندنا انه بلاك في عندنا بلو. البلاك هو الجديد طلع بدقه عاليه ونزل بروبات خصوصي للخزع، فحتى عندنا في كيت خزع وفي عندنا يعني آلة الخزع بتطلع سهلة وحلوة، وتفاصيل الوعاء والأعصاب تطلع كثير متميزة، فهذا كمان خيار عنا. فنحن عنا سونوسايت، عنا إذا أنتي، عنا جيمي. ننتقل لنقطة، لا والله أنا ما كثير بيهمني اللابتوب، أنا بيهمني لا تكون ترولي أحلى أوجة، في عدة خيارات. فبنحكي فينا نحكي عن فيليبس. فيليبس عندها رينج عالي، يعني نحن اذا هون مثلا حكينا عن لوجيك اي كلابتوب او لوجيك مثلا لانه الجي بلش باللوجيك اي بتخلص باللوجيك اي 9، واللوجيك اي 9 طبعا نزل بعده اللوجيك اي 10 هو الاعلى رينج تبعه، فنحن بدنا نعرف شو بدنا من ضمن هالرينج وشو البروبات تبعها. كمان فيليبس بلشت بكلير فيو 350 بتخلص بايبك 7، كمان خيار، حتى ايبك اذا ايبك 5 بكفي يعني، فكمان صورة رائعة عنا. فنحن وين بالرينج هذا بتحكم فيه المادة الميزانية، هذا بتحكم فيه شو أنا بدي صور، هل أنا مركز ولا أنا مثلا عيادة بسيطة هي، فحسب التطبيقات تبعي فيني اشتري. عندنا مثلا كلير فيو هذا رائع نسائية مثلا، صراحة حتى تصوير أوعية بسيطة وهي متميزة بس ما له كثير بروفيشنال، يعني هذا هو اللو إند، هذا بالنسبة لنا لو إند، هذا لا مثلا جما هاي اند، هذا تقريبا يعتبر لوجيك اي لانه هو الوحيد عنده اللابتوب الوحيد عن جي اي بالنسبه للوجيك ما نزلوا بعد.
يعني اذا خلصنا من فيليبس مثلا وشركه فيليبس، في عندنا شركه تميز زي سامسونج. سامسونج تميز كثير بالنسائيه تمام، وحتى بالاوعيه كثير صورتها رائعه، وحسب الفيرجنات تبعنا في عندنا اتش اس اتش سيريز واتش اس سيريز، بعدين دبليو اس، بعدين الاتش 80 اتش اس 80، يعني هدول الموديلات كلها. فهي كمان متميزه فيها، فحسب انا بدي كلام دوبلر، بدي لاستوغرافي طبعا. هلا اللاستوغرافي هي موجوده هون، هون ما بنقدر نلاقيها تمام، حتى على اللوجيكي ما لسه ما نزلوه. فحسب انا شو بدي تطبيق، فبنتقل من جهاز لاخر. عندنا بعدين بننتقل للياباني. الياباني وقليل كمان يعني. ليش مثل الياباني؟ الياباني خصوصا هيتاشي لها ميزات، لها مساط، يعني اللي بشوفه بايكو هيتاشي ما بشوفه جهاز ثاني. مثل شوي مثلا نهفات تبع هيتاشي، هيتاشي لها نهفه انه فينك تعطيك خطين دوبلر وتعطيك مخططين دوبلر نفس الوقت، يعني تدرس وعائين نفس الوقت. هلا هي ناس يقولوا فاز لك، لا هي فكره حلوه، تقنيه حلوه، ودليل على قوه الجهاز. طبعا هلا احنا جهازنا احنا هون شاشته لمس، ففينا ننتقل من شغله لشغله بشكل لمس. انا كمان هيتاشي هون، هذا ريوس، هذا الافيوس، اثنين كمان صورته رائعه، طبعا هذا اعلى من هذا. طيب انت اختار هذا، انا اختار هذا حسب التطبيقات تبعي تمام. انتقل على التوب اوف رينج تبع بالماركت اللي هو للراديولوجي، هو لوجيك اينان. لوجيك اينان فيه كل شيء، يعني مثلا انا بدي رباعي فيه، مثلا هلا هون في رباعي، هلا هم هون في رباعي بس ضعيف اللي داش ما كثير بدي اسحبه بالرباعي تبعي. اللوجيك اينان اذا انا كطبيب اشعه بدي اشتغل دوبلر كل شيء بلاقي، الاستوغرافي بلاقي، حتى الاستوغرافي بيبشر ويف. فحسب انا شو بدي، شو الشغلات اللي بدي اياها، هي اللي بتتحكم بشو اشتري. فطبيب الاشعه طبعا عنده خيارات واسعه من عده شركات، هي اللي بتقرر اللي بتعمله. يعني هلا مثلا عندنا احد الامور المهمه هو الرينج تاع الدوبلر، حساسيه الدوبلر. في اجهزه بتلاقي بتحط الدوبلر ما بتحسس، اشاره الدوبلر. هلا كثير كثير اجهزه ضعيفه مثلا تسمع صوت الدوبلر، سمع تحس انه عم تخشخش. اما الدوبلر مثلا بالجي اي والفيليبس وهي بتلاقيه نقيه، يعني سماع الصوت بتلاقيه نقيه. هدول كلها بتتميز فيها الشركات عن بعضها البعض. من هون بيجي السعر، يعني بيجي بيقول لي طب في جهاز نفسه مثلا 5000 دولار، وعم تلاقي جهازك مثلا هون مثلا ب 20000 دولار، ليش هذا هون؟ ليش هون؟ هذا بيفرق عنا تقنيه التصنيع، الريزوليوشن، الابلكيشن الموجوده بالجهاز. فنحن ناخذ الجهاز حسب تميزه. يعني تلاقي مثلا اذا قلت له نحفظ مثلا هي مثلا مسكت البروك، البروك نفسه حاطين له ماسكت حس تمسكه هيك بهالشكل، هي مثلا ما بتلاقيها بشركه ثانيه. تتميز اذا قلت بهالشغله ببعض التقنيات. طبعا لها ابلكيشنات متعدده، حنحكي عنها بمقاطع فيديو لاحقا ان شاء الله، انه بتميز تخصص اذا قلت لانه في مقاطع حتكون شيء عن اذا قلت شيء عن سونوسايد، شيء عن ميديسون، عن سامسونج ميديسون، شيء عن هيتاشي، هيتاشي لانه خلينا نقول ماركه غامضة أو مجهولة كثير بالأسواق العربية، ما لقيت لها كثير من التميز، بس هي صورة خيالية خلينا نقول، وبجوز تخديمها هو الضريف. بتشكركم على الاستماع لنا، وفي حال أي وجود أي أسئلة ممكن تكونوا راسلنا، والسلام عليكم.